بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم بعد ان بينا الادله حول حجيه الظواهر دعا البعض بان هذه الحجيه لا تشمل ظواهر القران الكريم واستدلوا بادله ذكرنا الدليل الاول والدليل الثاني والذي الدليل الثاني ايضا قسموه الى طوائف الى طوائف ثلاث ذكرنا طائفتين الاولى والثانيه وذكرنا الثالثه وذكرنا جواب عن هذه الثالثه هنا السيد الشهيد يقول بان الجواب الذي ذكره بالنسبه الى الثالثه هذا الجواب صحيح يكون عام ولكن في بعض الحالات لا يكون منطبقا لماذا لانه في بعض الحالات يكون هذا الدليل فيه ظواهر هذه الظواهر عديده ومختلفه ومتضاربه فيما بينها فاذا كانت فيه عده ظواهر وهذه الظواهر اقتضائية مختلفة ومتضاربة فيما بينها فإذا كانت هذه هكذا فنحتاج حينما نريد أن نحدد الظهور الأصلي من بين تلك الظهورات لا بد لنا من البحث والتحقيق والنظر والامعان. فإذا نظرنا وامعنا وأخذنا أحد الظواهر فإن ذلك قد يؤدي قد يكون انطباقا لهذه الطائفه، فإنه سوف يكون كالعمل بالرأي. يعني يقول هذا الجواب صحيح. اللي هو يقول ان التفسير كشف للقناع ولا ولا قناع على المعنى الظاهر فيما لو كانت الايات كلها كانت الايات كلها على منحا واحد من الوضوح والظهور، اما نحن نلاحظ انه بعض الايات فيها ظواهر كثره متعدده وهذه الظواهر المتعددة أحدها يتضارب مع الآخر، فإذا أردنا أن نبين ونحصل على الظهور الصحيح أو الظهور الذي بنظرنا هو الصحيح، فهنا لا بد لنا من إجراء كسر وانكسار وجبر وانجبار حتى نحصل على أي شيء. على المعنى الذي باعتقادنا هو مطلوب من هذه الايات وما ذلك الا راح يكون تفضيل ظهور على غيره من الظهورات فاذا معنى ذلك انه هنا في المعنى الظاهر وصار عندي قناع فإذا كان كذلك فإذا هذا الرد لا يصلح أن يكون جوابا عن هذه الـ هذه الشبهة أو هذه الطائفة من الروايات باعتبار أن هذه الطائفة من الروايات تشير إلى أن من عمل برأيه ومن فسر القرآن برأيه فقد كفر وهنا العمل بالظاهر في بعض الحالات يكون عمل بالرأي باعتبار انه يكشف القناع عن المعنى الظاهر المتعدد المعاني ويعين معنى واحدا من هذه المعاني. فهنا فهنا يكون ذلك تفسير بالرأي. فإذا ما هو الطريق إلى الرد؟ يقول: هذا الطريق الأفضل في طبعا قبل ذلك يبين يقول والدليل على ونؤيد هذا انه بعض الفقهاء يختلفون في فهم الدليل لماذا؟ وما ذلك الا لوجود عده ظهورات في هذا الدليل فاحدهم يختار ظهور الف والاخر يختار ظهور باء اذا ما هو الرد المناسب لهذه الايات او هذه الطائفه؟ قل أولا الرأي هذه الكلمة إنما لا تريد بأنه الإنسان يفسر القرآن وهو المراد من الرأي هنا لا بل المراد من الرأي بعض الطوائف المنحرفة هذه الطوائف عندنا طوائف منحرفة هذه كانت في موجوده سواء قريبه من عصر النص او في وقتنا الحالي ولكن هي المشار اليها في ذلك الوقت الوقت اللي كان قريب من عصر النص هذه الطائفه كانت تشير الى اي شيء الى الاخذ بمجموعه من الجماعات الذين ياخذون هذه الامور برايهم على حسب رايهم ويستحسنون هذه الاراء وياخذونها فالراي منصرفة الراي مو انه لمن ياخذ بظاهر من ظواهر القران هذا تفسير بالراي لا بل التفسير بالراي هو ان يعتمد على بعض الملاكات وبعض الاستحسانات التي هو يستنبطها بدون ما ينزل الله بها من سلطان ما انزل الله بها من سلطان فاذا الراي لا تدل ولا تشير الى مساله تفسير القران ب ب بحسب الظواهر بل هذه الطوائف المنحرفه و الثاني في الجواب عن هذه الطوائف قل انه لو سلمنا بان هذه الروايات او هذه الطائفه من الروايات فيها اطلاق بالنهي عن العمل باي شيء بتفسير القران بالراي قل هذه صحيح، وإن كانت قد وصلت إلى مرحلة الظهور، هذه الطائفة، قد تكون لها مرحلة أو وصلت إلى مرحلة الإطلاق، إلا أنه هذه لا يمكننا الاعتماد عليها، لماذا؟ لأنها لا يمكن أن تكون رادعة عن عن السيرة، على العمل بالظواهر. لانه اذا رجعنا فاننا نلاحظ الى ان السيره العقلائيه والسيره المتشرعيه في ذلك الوقت كانا يعملان على وفق ظواهر القران الكريم، مثل ما ذكرنا في حجيه الخبر الواحد، كيف قلنا هناك بالسيره المتشرعيه والسيره العقلائيه؟ فهنا ايضا هنا هذه الطائفة من الرواة لا يمكنها أن تكون رادعة عن السيرة لماذا؟ لأنه إذا كانت رادعة عن السيرة العقلائية السيرة العقلائية حدث مهم فإذا كان من هكذا حدث لا بد أن يكون الردع مساويا لهذا الحدث القوي فإذا لم يكن مساويا لهذا الحدث القوي فهذا لا يمكن الاعتماد عليه كردع من هذه السيره. وأيضا بالنسبة إلى السيرة المتشرعية، سيرة المتشرعة. إذا ادعينا بأنه هذه السيرة كانت على العمل على ظاهر الكتاب الكريم، كانت تعمل على ظهور الكتاب الكريم. من قال ذلك؟ لو لو كانوا يعملون على خلاف ذلك لبان، ولم نلاحظ شيئا من هذا القبيل، انه اذا لم يكونوا يعملون وفق للسيره والعمل على ظواهر القرآن الكريم، فإذا لبدا طريقهم الآخر في التعامل. فإذا لم يعملون بظاهر القرآن الكريم لابد عندهم شيء آخر، فإذا هم كانت سيرتهم على العمل بالقرآن الكريم، فنفس هذه السيرة نفس هذه السيرة هذه مباشرة تضرب الاطلاق المذكور الذي يردع عن العمل وفق على ظهور القرآن لأنه حسب ما يدعون أنه عندنا ايات تنهى عن تفسير القران بالراي فهذه السيره المتشرعيه ماذا؟ تضرب ذلك الاطلاق باعتبار هؤلاء ايضا متدينون فعملهم وفقا لظاهر القران الكريم هذا ضرب لاي شيء لما يدعى من هذه المساله نطبق لأن يعني عندنا رد ثالث إن شاء الله نذكره. يقول: وقد يقال وقد يقال هذا بالنسبة إلى بعد أن يبين الطائفة الثالثة ويجيب عن هذه الطائفة يرد على هذا الجواب، وقد يقال إن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات. هذا الجواب لو كان شامل سلمنا ولكن هناك بعض الحالات وجدانيا نحس بها فإنها فيها أكثر من ظهور وظهورات متضاربة فأنت أي من هذه الظهور تأخذ حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة يعني مو على ظواهرها كذا لا بل ظواهر اقتضائية لها مدلول ولها اهميه يقول: على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنه والكسر والانكسار. فاذا لابد انه في هذه ال <applause> التي فيها مجموعه ظهورات ان نختار ظهور وهذا اختيار هذا الظهور انما هو يكون اخذ بالراي الى نظر وامعان فيكون لونا من كشف القناع يعني هذا لا يكون هذا لا يكون هذا الرد اللي ذكر سابقا مانعا فعندنا بعض الروايات فيها عدة ظهورات، فإذا كان فيها عدة ظهورات فهنا راح نكشف القناع عن الظهور، وكشف القناع عن الظهور ما هو إلا الأخذ بالرأي. هنا راح يذكر مؤيد، ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون في فهم الدليل، لهذا لوجود بعض هكذا آيات لا يمكن. فيها ظهورات متضاربة اقتضائية لا يمكن الأخذ بها جميعا يقول ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون في فهم الدليل فأحدهم يختار الفهم ألف الآخر يختار الفهم باء الآخر يختار الفهم جيم فعلى أي أساس أنت اختارت ألف أو باء أو جيم يعني كلام المستشكل هكذا فيفهم بشكل فيفهم بشكل من فقيه وياتي فقيه اخر فيبرز نكته من داخل الدليل تعين هذه النكته تعين فهمه بشكل اخر على اساس ما تقتضيه تلك النكته من ظهور على اساس ما هذه النكته والملاحظه من الظهور اذا كان كذلك اذا سيدنا ما هو الجواب عن هذه الطائفه يقول فالاحسن الجواب الجواب الاحسن لهذه الطائفه اولا ان بان كلمه الراي منصرفه على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النص هذه الراي هذه الكلمه منصرفه عن هذه المسألة عن هذه المدعى أنها تفسير للقرآن وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع إلى الحدس والاستحسان فهذه الكلمة الرأي منصرفة إلى أي شيء؟ إلى الحدس والاستحسان اللي هي مثلا عندنا كثير من الروايات أن تنهى عن العمل بالقياس كما هي الرواية المعروفة الإمام الصادق سلام الله عليه مع أبي حنيفة قال له بأي شيء تعمل قال بالكتاب قال إذا ما جيت مَا لقيت في الكتاب شيء بالسنة إذا لم تلق شيء يقول فبرأي زين إذا كان هنا اعتمد على الرأي في أي شيء في الإفتاء فهنا الإمام مسكه من هذه النقطة هل ان رأيك يستطيع ان يصل الى الحد الاوسطي في الاحكام؟ قطعا لا يمكن، لان الحدود الـ الـ لان الاحكام امور اعتباريه، حدودها وملاكاتها بيد الخالق وبيد اهل البيت، يعني معرفتها انما مقتصره على الله تبارك وتعالى وعلى النبي وال النبي عليهم افضل الصلاه والسلام. على على الله ومن علمهم الله ففي حالة مثل هذه الحالات أراد الإمام سلام الله عليه أن يبين خطأه في هذه المسألة فأتاه بمثال عيني واضح أيهما أنجس البول أم المني اللي ما عنده رواية ما موجود آية لا يمكن أن أقول أيهما أنجس فلذلك الامام سلام الله عليه يبين له ضعف هذه ال... هذه الوسيله للوصول الى الواقع فاذا قال البول لماذا يطهر بالماء القليل ثلاثا والمني بمره اذا قال المني لماذا صاحب المني يجب عليه ان يغتسل والذي ياتي بالبول يجب عليه الوضوء مثلا وهكذا فاذا هذه الملابسات لتلك ال... الأمور التي حصلت وتحصل نتيجة لاعتدادهم، نتيجة لعدم اتباعهم لطريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا يقول هذه الكلمة، كلمة الرأي منصرفة إلى أي شيء؟ إلى الحدس والاستحسان، إلى قياس أو قياس أبي حنيفة فلا تشمل الراي المبني على قريحه عرفيه عامه اما التفسير بحسب الظهور العام باعتبار ان القران مخاطب العوام فاذا كان قد خاطب العوام والرجوع الى هذا الفهم لا يعد العمل بالراي باعتبار هذا ما هو مفهوم من خلال العرف العام هذا بالنسبة إلى الأول، وثانياً أن إطلاق الروايات المذكورة هذه الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، هذه الروايات المذكورة يقول إطلاقها لا يصلح أن يكون رادعاً عن السيرة عن العمل بالظواهر. احنا عندنا سيرة عن العمل بالظواهر، فأنت تدعي أن هذه الإطلاقات من أي شيء. من الروايات تنهى عن العمل بهذه السيره، يقول: هذا لا يمكن، سواء اريد بها سواء كان المنهي او المحدده هي السيره العقلائيه او سيره المتشرعه، نظير ما تقدم في بحث حجيه خبر الواحد مثل ما تقدم عندنا، لماذا؟ يقول أما الأولى يعني لا يمكن أن تكون ناهية عن العمل بالسيرة العقلائية لماذا؟ فلأن الردع عندنا سيرة عقلائية تذكرون سابقا ذكرنا أنه السيرة العقلائية لا بد أن يكون الردع مساويا لها وخاصة مثل هذه المسألة المهمة لأن يعني القرآن هو كتاب الدين الإسلامي فعدم الاعتماد عليه لا بد أن يكون هناك بدائل وإلا إحنا مو نخلي القرآن نخلي فقط في المعرض لا بد أن نقرأ ونتأمل في معانيه فعدم الأخذ بالرأي ينهى عن هذه الأمور الله يقول نتفكروا وتدبروا فإذا لا بد أن يكون هذا الردع اللي هو عن السيرة العقلائية مساويا أو قريبا منها بما هي سيرة أما الأولى فلأن الردع الأولى يعني السيرة العقلائية فلأن الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة إذن هذا ال <applause> الرد لابد أن يكون متناسب مع السيرة العقلائية فإذا كان بهذا بهذه السيرة العقلائية اللي منتشرة على العمل بضواها الكتاب لا بد أن يكون رادع واضح وهذه الروايات لا لا تفي بهذا المقدار وأما الثانية يعني السيرة المتشرعية فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب. زين لماذا سيدنا من أين أتيت هذه الدعوة؟ يقول: وإلا لعُرف الخلاف عنهم، فإذا عندنا دعوة هذه الدعوة لها نوع من الواقعية بأنه العمل كانت السيرة سيرة المتشرعة على العمل بظواهر الكتاب وإلا لو لم يكونوا يعملون بالكتاب عرف الخلاف عنهم عرفنا الخلاف عنهم فنفس هذه السيره تثبت عدم صلاحيه الاطلاق المذكور للردع آه، احنا عندنا ردع لا تن... لا تنهى عن تفسير القران بالراي فهذه السيره اصلا هي بحد ذاتها تنفي وجود هكذا اطلاق بل لا بد ان تكون مقيده لهذا الاطلاق بل تكون مقيده له يعني فيكون الا اذا هذا الراي تفسير بالراي منهي عنه الا اذا كان مستندا لقريحه عرفيه عامه فتكون مقيده لهذه السيره اذن الجواب عن الطائفه الثالثه يتضح بان الراي كلمه تنصرف منصرفه عن العمل بالظواهر بل هي تشير الى الاستحسان والراي وهذه الاطلاق الموجود في الروايات الناهيه عن تفسير القران بالراي يكون مقيدا باي شيء بالسيره العقلائيه والسيره المتشرعيه لانها لا يمكن ان تكون مقيده لهما فلا يمكن الاعتماد عليه بقيه الكلام ان شاء الله ياتي في الدرس المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد